اللهم لك الحمد على كل نعمة، صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد النبي الرحمة، وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة وعمن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا معهم يا رب العرش العظيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. آيات من هذه السورة الكريمة من سورة الأعراف فيها إشارة إلى حادثة وقصة وقعت مع بني إسرائيل، ساقها الله تعالى لنا لتكون موعظة وعبرة ننتفع بها طول حياتنا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على بني إسرائيل العمل يوم السبت، وما ذاك إلا لأنهم طلبوا هم ذلك. الله سبحانه وتعالى إنما جعل عليهم بعض الأوامر التي فيها شدة لأنهم هم شددوا على أنفسهم، وهم كانوا يطالبون أنبياءهم بما فيه شدة وبلاء، لأنهم ما كانوا مطمئني القلوب بطاعة الله بل كانوا متشككين. فكان الله يعاملهم سبحانه وتعالى على مثل أعمالهم وعلى مثل ما في قلوبهم. وقد عرض عليهم يوم الجمعة فأبوا أن يكون لهم عيدا، أبوا واختاروا عليه السبت، وطلبوا من سيدنا موسى أن يجعل لهم هذا السبت عيدا وأن يمتنعوا فيه عن العمل وكذا. فنزلت الأوامر الإلهية تثبيتا لما طلبوه هم. طلبوا أن يكون السبت عيدا ولا يعملون فيه فأخذوا ما أرادوا. ثم إن الله تعالى شاء أن يختبر صدقهم وثباتهم على ما طلبوه بأنفسهم. قرية من قراهم على طرف البحر. الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: واسألهم، سل اليهود الذين بقربك عما فعله أجدادهم فنالوا نتيجته العقاب الأليم. عن القرية التي كانت حاضرة البحر أي قريبة على شاطئ البحر، ما قصتهم حتى يحدثوك بها ويعتبروا فلا يقعوا فيما وقع فيه أجدادهم فينالوا العذاب من الله مرة أخرى؟ وكذا الالتفات كما نقول دوما لكل عاقل مسلم أن لا يقع فيما وقع فيه هؤلاء. ماذا صنعوا؟ هؤلاء كانوا على شاطئ البحر وأراد الله اختبارهم، فكانوا صيادين. إذا جاء يوم السبت وهو اليوم الذي حرم عليهم العمل فيه، أرسل الله تعالى إليهم السمك بكثرة، والحوت قد يطلق في اللغة على السمكة الكبيرة كما في قصة سيدنا موسى مع الخضر في سورة الكهف، ما كانوا ليحملوا حوتا بمعرفتنا نحن، وأن للبشر أن يحمل حوتا في مكتله. فالحوت هو السمكة الكبيرة. الله تعالى يرسل إليهم الأسماك الكبيرة الطيبة التي يعرفونها وهم صيادون، فتأتي شواطئهم يوم السبت.
فيرونها بأم أعينهم، ولكنهم يعرفون أن الله قد حرم عليهم العمل يوم السبت فيمتنعون عن أقلهم. ومضت على ذلك الأيام، لم يطيقوا صبرا، وجاءهم الشيطان فحرضهم على معصية الرحمن. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي مشرعة واصلة إلى شاطئهم، يرونها بأم أعينهم كثيرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. في يوم الأحد يأتون ليأخذوها، فإذا بها قد ابتعدت وغاصت إلى أعماق البحر، فيغوصون تحت داخل البحر ليأخذوها، أو يسلكون في سفنهم مسافات طويلة حتى يصلوا إلى لج البحر، أي داخله ووسطه، حتى يستطيعوا صيد شيء منها فيأتوا به لطعامهم. وطالت الأيام، وحرض هؤلاء من قبل الشيطان، فقالوا إنما حرم الله علينا الصيد، أو إنما حرم الله تعالى علينا الأكل، أن نأكل من هذه التي نأخذها، لم يحرم علينا الصيد، ماذا نفعل؟ طيب لكن الصيد عمل يشتغلون ويساعدهم شيطانهم، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ قرروا أن يبنوا قرب الشاطئ حواجز صغيرة يستطيع هذا السمك أن يدخل منها، ويجعلون على أفواه هذه الفتحات كمثل الباب الخشبي، فإذا دخل منه السمك فصار في داخل الفتحة التي حفروها ليجتمع السمك فيها، انغلق الباب مباشرة بحيث يحصر السمك فلا يستطيع العودة مرة أخرى إلى البحر. وقالوا نحن لم نصطد ولم نأخذ ولم نخالف أمر الله تعالى، وإنما فعلنا هذا لأن السمك يأتينا يوم السبت، لكنه في غير يوم السبت يبعد عنا. قال ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، بل تبتعد عنهم. كذلك نبلوهم نختبرهم بما كانوا يفسقون، لأنهم إنما يطلبون هذه الأوامر لا رغبة في طاعة الله عز وجل، وإنما إرادة والعياذ بالله تعالى للتعجب والاستخفاف من أمر الله عز وجل. فالذي يتعاون مع أمر الله تعالى بالاستخفاف سيكون جزاؤه ما سيذكر. هل كانوا كلهم على هذه الحالة؟ قال لا. قال أهل العلم إنهم كانوا ثلاثة فرق، أو ثلاثة فرق، وبعضهم قال كانوا فرقتين، لكن الراجح أنهم كانوا ثلاثة فرق. هؤلاء فرقة الذين حاولوا أن يصنعوا هذا وفعلوه بالفعل، قاموا به، حفروا وجعلوا أبوابا خشبية تنغلق بمجرد دخول الأسماك إلى الأحواض التي حفروها فلا تستطيع الخروج، فإذا كان يوم الأحد جاءوا إليها فأخذوها وقد علقت في هذا المكان. الطائفة الثانية منهم أنكرت عليهم إنكارا شديدا، ونصحتهم ووعظتهم وجاءت إليهم، يا قوم أتعصون الله؟ أتخالفون أمره؟ وأنتم الذين طلبتم من الله أن يمنع عنكم العمل يوم السبت؟ ونهوهم وذكروهم ووعظوهم وشددوا عليهم الإنكار. وجماعة ثالثة منهم قالوا يا قوم ما ينفعكم أن تعظوا هؤلاء؟ إذن الجماعة الثالثة التي نتكلم عنها أيضا صالحون أتقياء، لكنهم أقل مرتبة من الجماعة الأولى التي ذكرناها، التي نصحت ووعظت وذكرت بالله وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. الجماعة الثالثة كانوا أقل مرتبة منهم، لا يرضون بفعل هؤلاء ومعصيتهم، ولكن يقولون دعوهم وشأنهم، إيش بدنا منهم؟
حدثنا الله عنهم فقال: وإذ قالت أمة منهم، جماعة، الأمة هي المجموعة، لمن تقول هذه الجماعة هي المرتبة الثالثة، تقول لأصحاب المرتبة الثانية الذين شددوا النكير: يا قوم، كأنهم هكذا يقولون، لم تعظون قوما الله مهلكهم؟ هدول عم بعصوا الله ولسه بتروح تنصحهم؟ خلي ينزل عليه عذاب الله، ايش بدك منه؟ دعه وشأنه. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا باجترارهم على ما حرم في عملهم يوم السبت؟ فاجابت المجموعه الثانيه التي قلنا انها اصلح هؤلاء، قالوا: معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. ليش عم ننصح؟ تعرفوا؟ لكي نعتذر الى الله يوم القيامه أننا قد أدينا الواجب الذي في أعناقنا من نصيحتهم لوجه الله. الله سيسألك يا أيها الإنسان يوم القيامة: أوعظت وذكرت؟ ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على مقدارك. أنصحت زوجتك؟ أنصحت ولدك؟ أمرته بالمعروف؟ أنهيته عن المنكر؟ صاحبك الذي لا يصلي وتماشي ذكرته بالله؟ معذرة إلى ربكم، نحن ننصحهم لنعتذر أمام الله ليكون لنا عذر، بحيث إذا أوقفنا بين يديه: هل أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر؟ نعم يا رب، أمرناهم، نحن نعتذر إليه، فعلنا ما بوسعنا. وقال: ولعلهم يتقون. قد تجد هذه الموعظة أذنا صاغية ولو عند واحد منهم فيتوب إلى الله ويتقي الله ويكف عن الحرام. قد لا يكون أول ولد من أولادك منتصحا وقابلا لموعظتك، ولكن أصغر أولادك يقبلها. قد لا يكون صاحبك الأول قابلا للنصيحة، لكن صاحبك الآخر يقبلها. فلا تتركها. قالوا: معذرة إلى ربكم، كي لا يبقى لنا، كي لا نكون أمام الله تعالى بلا حجة، نعتذر إليه بأننا أدينا واجبنا ما استطعنا، ولعلهم يتقون فيتوبون. ومرت الأيام، فاعتزلت الفرقة الثانية التي هي أصلح الجميع هؤلاء القوم، وجعلوا بينهم أبوابا وبين هؤلاء، قالوا: لا نعود نساكنكم في قرية تعصون الله فيها جهارا نهارا، تجاهرون الله بالمعصية، ما عدنا نقبل منكم أكثر من هذا. فجعلوا بين بيوتهم وبيوت الذين عصوا الله تعالى فواصل، أبوابا يغلقونها كي لا يجتمعوا معهم. والجماعة الثالثة الذين قالوا: دعوهم وشأنهم، بقوا على حالهم، ولكنهم لم يعصوا الله تعالى، وذكروا هؤلاء دعوهم، قالوا: لن ندعهم، سنبقى على موعظتهم. ومرت الأيام، حدثنا الله عن شأن الأولين العصاة: فلما نسوا ما ذكروا به. من العصاة؟ ذكروا بطاعة الله، قالوا: إليكم عنا، قالوا: ما شغلتكم، ما راح تنزلوا في قبورنا، نحن ما عم نعصي الله، نحن عم نساوي طريقة مشان ناخذ السمك، لا عم نعصي، لا حدا يقولنا، لا حدا يذكرنا. نسوا ما ذكروا به. النسيان هنا بمعنى الاستخفاف، استخفوا بما ذكروا به من الموعظة، ما ألقوا إليها بالا، انظروا إلى شأنكم، لا تلتفتوا، لا تقولوا لنا، لا تعظونا، لا علاقة لكم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. أوحى الله تعالى إلى هؤلاء، لعلهم كان فيهم نبي، أن أخرج بهؤلاء القوم من القرية، كما حصل لأقوام كثيرين ذكر الله قصصهم في القرآن. أخرجوا من هذه القرية، فسيحق بأهلها الذين عصوا الله واعتدوا على ما حرمه العذاب. خرجوا، قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما
هو العذاب؟ قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه. في البداية يقولون يعني أخطأنا، دعونا، لا تنصحونا، وصلوا إلى درجة نحن لا نفعل محرم، انظروا إلى شأنكم، عتوا، تجبروا في الطغيان وفي الكفر وفي الضلال وفي معصية الله. فلما عتوا عما نهوا عنه جاء العذاب البئيس، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخ هؤلاء قردة جميعا، خاسئين أذلة. قال: وجعل بعد ذلك أهلوهم وأقرباؤهم يأتون، وكانوا كما جعل عرفنا قد بنوا بينهم وبينهم أبوابا ليبتعدوا عنهم بعد أن رأوهم مستمرين على معصية الله. قالوا لأحدهم: ما عدنا نسمع أصواتهم، أشرف عليهم، اطلع طلعنا. فأشرف عليهم فإذا هم قردة بأذناب يتعاون فيما بينهم. فدخلوا إليهم، فجعلت القردة تعرف أهليها ولا يعرفها أهلوها، والعياذ بالله. فيأتي أحدهم ممن عصى الله فمسخ قردا إلى أهله فيشمهم، فيعرفون أنه صاحبهم، فيقولون: يا فلان، ألم نعظك؟ ألم نأمرك؟ ألم ننهك؟ فتذرف عينه وما يستطيع جوابه، وقد مسخ على هذه الحالة. فلم يلبثوا إلا 3 أيام حتى بعد ذلك أهلكهم الله جميعا على هذه الحالة، الممسوخون يعني. ماذا فعلت الطائفة الثالثة؟ اختلف أهل العلم في محلهم، وهم الذين لم يرضوا بمعصية الله، لكنهم قالوا لمن ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف: أخي اتركوهم وشأنهم، لا تذكروهم. ماذا حل به؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أن الله تعالى أنجاهم أيضا، لأنهم ما رضوا بالمعصية، وإن لم يرتقوا إلى مرتبة من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكنه ما وصل إلى درجة من يرتكب المعصية ولا تجرأ عليها ولا رضي بها. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الله أنجاه. في هذه الآيات يا أيها الإخوة، أن الذي يستمرئ معصية الله ويستسهلها لابد أن يحيق به العذاب إن لم يتب إلى الله. ومما يستفاد، والآيات فيها فوائد كثيرة لكننا نشير إلى أبرزها، أن من يحتال على أمر من أوامر الشريعة قد نهى الله عنه فيسلك طريق الاحتيال والالتفاف يمينا ويسارا ليصل إلى ما حرم الله تعالى بطريقة ظاهرها حلال، فإن عذابه أشد ممن يعصي الله تعالى وهو يعرف أنه يعصي. قد تسأل إنسانا: لما لا تصلي؟ قل لك: يا أخي الله يتوب علي، أنا مقصر. هذا شيء. ومن يقول لك: أنا بصلي بس مولي الله، لك ليش بتصلي؟ مش يقولوا علي رجال طيب اشتروا من عندي من الدكان. قد يكون، أو الذي كما قلنا تركيزا يستمرئ معصية الله تعالى فيحتال عليها بأساليب ظاهرها تظهر الحلال ولكن داخلها الحرام، الذي يتحايل ليصل إلى ما حرمه الله تعالى بشيء ظاهره الحلال، هذا أشد عذابا والعياذ بالله ممن يرتكب المعصية وهو يشعر بأنها معصية وينكسر في قلبه لأنه قد أخطأ. ذاك يلتف عليها، على من تحتال؟ على الذي يعلم السر وأخفى. أسأل الله تعالى أن يجعل في قلوبنا خوفا منه يحجزنا عن معصيته، وحبا له يقربنا إلى طاعته، والحمد لله رب العالمين.